المطبخ النرويجي ما كتير معروف بالوطن العربي، منه انطلق طبق السالمون الشهير المعروف بالسمو فيمي. الشيف جوزيف اليوم رح يعرفنا على جزء من أسرار المطبخ النرويجي. هاي شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو عملنا اليوم يا شيف؟ اليوم مطبخ نرويجي. اوكي. من بلاد الشمال اوروبا، معروف بلاد اسكندنافيه الاجمال، مثل السويد، فنلندا، النرويج، كله حد بعضهم. اوكي. فالاكل تبعهم طبيعه الحال هو يعتبر شمالي، بسموه اصلا نورديك. بيرتكز كثير على شمال القاره الاوروبيه. ايه، وبيرتكز كثير على الاطباق اللي هي بالاجمال نحن بنعتبرها ثقيله، بس بالنسبه لهم بتدفي جسم. واشهر شيء عندهم اكيد مثل ما قلنا السموك سالمون. السالمون النرويجي من افخم انواع السالمون. هلا حنعمل اليوم ثلاث اطباق. اول شيء حنبلش اول شيء اسرع شيء اللي هو الجرافلاكس. كمان الجرافلاكس هو طبق كثير مشهور بشمال بمنطقه اسكندنافيه، اللي هو السالمون مش السموك بس معمل له كيورينج، يعني معالج. بشو معالج؟ لانه نحن حنضطر نستعمله اخر الحلقه هيدا، مش باول حلقه نحكي عنه وقته. اي بس هلا لا، اجباري انقعه من هلا. عاده هو بده 8 ساعات نقع. المفروض ينقع 8 ساعات بالملح والسكر. وعاده بنحط له اعشاب معه. فنحن هلا حننقعه بسرعه، يعني اليوم حنعمل البروسيس سريع. بس هو هلا نحط نحن اكيد بالوصفه مكتوب انه بده 7 ساعات. اوكي. حناخذ اول شيء صينيه. لا، حناخذ صينيتين بالاجمال لما نكبسه كمان.